مهن كثيرة ارتبطت بالرجال وكانت حكرا عليهم كمهنة السباك التي تعرف بين الناس بالمواسرجي. ومن اللافت والغريب في المجتمع الأردني أن ترى امرأة تعمل بهذه المهنة. المزيد في التقرير التالي. انطلقت من دار الضيافة للمسنين في منطقة جويدة اليوم الحملة الوطنية للسباكة، والتي تنفذ بالتعاون مع وزارة المياه والري ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية السباكة والطاقة التعاونية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. هذا مشروع إن شاء الله له فترة زمنية طويلة حتكون الهدف منه تدريب أكبر قدر ممكن من النساء على قضايا السمكرة وعلى قضايا الموسرجية في المجتمع الأردني. We have started a project called Waterwise Plumbers. In this project we are educating or training male and female plumbers. Male plumbers, I think in Jordan it's quite normal. But what you can see here right now in this elderly home, also female plumbers, which is quite new, a new concept to Jordan. بدأ فريق العمل النسائي بالانتشار للإشراف على حالة المرافق في دار المسنين كنقطة أولى للانطلاق نحو عمل خيرية، ما يمنح النساء في المجتمع القوة على اكتساب مهارات العمل في هذا المجال. في البداية واجهت كتير صعوبات لما حكيت إني بدي أتدرب سباكة. الدافع إني أنا كان عندي بالبيت صيانة وبحتاج إنه حدا يصلح لي، ما كان حدا يجي يصلح لي بسهولة، كوني أنا أرملة وصعب إني أفوت على بيتي أي رجل. فطرقت لموضوع السباكة لما سمعت عنه عن طريق صندوق الهاشمي والست خولة الشيخ، فحبيت إني أتدرب هاي الدورة وأخذتها ونجحت فيها والحمد لله. أعمالا متعددة من صيانة عامة للمرافق في دار المسنين، كما شملت تنظيف وصيانة خزانات المياه بشكل متقن من قبل السيدات المتدربات بإشراف المدربة المتخصصة خولة الشيخ. صار في تزايد على هذه المهنة من قبل السيدات، لأنه كتير بتفيد ست البيت جوا بيتها إنها تكون تعمل، تقدر على توعية ودراية بصيانة الأدوات الصحية المنزلية، فهذا بيعمل على توفير المياه. خطة مستقبلية ستنفذ قريبا لتدريب 1000 سيدة في المجتمع الأردني على مهنة السباكة، حيث خرجت الحملة 400 متدربة يقمن الآن بمزاولة المهنة واكتساب مهارات للتعامل مع أي ظرف يخص شبكة المياه.